انا مصدوم جدا لان حرق العالم الوطني هو سابقا الحركه التلاميذيه عودتنا لان حركه واعيه حركه ناضجه هي اللي كتصدر الاطر للجامعه والوظيفه العموميه. ما شاهدناه بالصباح مشاهد مفجعه مشاهد صادمه كتبين لنا هاد القاصرين او يمكن يكونوا شباب عندهم سن الرشد القانوني في حاجه الى التربيه. التربيه ليس فقط في المدرسه، التربيه في الشارع، خصنا ثقافه الفضاء العام، خصنا التربيه على المواطنه. رانا نتصورك وعندك خصام مع زميل ديالك، ولكن لا يمكن ان افترض بتاتا خصام مع الوطن. الوطن هو اللحمه اللي كتربطنا، راه مقدسات البلاد. ماذا يعني ان تهين العالم الوطني؟ ماذا تسبب لك العالم الوطني؟ انا كنقول الحق في الاحتجاج مضمون ودستوري، ولكن اعتبر ان حرق العالم الوطني هو سابقه، وانا شخصيا كنادي بمتابعه كانوا قاصرين عقوبة كسلطه 3 سنوات. من اهان العالم الوطني وراه من المقدسات، رمز الدوله ورمز الوطنيه ديالنا، هو اهانه للوطنيه، اهانه للوطن. ولا نقبل بمن يهين الوطن لانه يهين الشعب المغربي. وهادو هاد الناس هادو راه خارج الاجماع الوطني وارتكبوه. يعني خصنا نناقشوا الاسباب علاش ارتكبوه. الوطن اكبر من مجرد الخلاف في الساعه. ماذا تشكل الساعه في الوطن؟ واش على ساعه نديروا هاد المسائل كامله؟ الاحتجاج نعم، ولكن حرق العالم الوطني هو سابقه، خصها تدرس من الناحيه النفسيه، من الناحيه السيكولوجيه، من الناحيه الاجتماعيه، لان هذا السلوك لا يجب ان يتكرر. وخصنا الدور ديالكم هو التوعيه، وفي اطار التوعيه تنحضروا من خطوره هذا الامر، لانه يعني اننا في منزلق خطير. والحمد لله اللي جا قانون ديال الخدمه العسكريه، لان الانسان اللي دوز الخدمه العسكريه ما كاينش يدير الخطا. شكرا.